يا مكان، يا سعد يا إكرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في زمان غير الزمان، ومكان غير المكان، ملك يدعى الملك النعمان. كان عنده بنت اسمها جهاد، وابن أخوه كان بيربيه اسمه محمود. النهاردة أنا هحكي لكم حكاية جهاد ومحمود، وأنا سلامة اللي كنت معاهم في نفس الفيلم. ملك النعمان كان ملك قوي، كان بيهدد بلاده التتار، اللي برغم ان بلادهم بعيدة الا ان كان في دماغهم يجوا مصر عشان يفتتوها. الملك النعمان كان من اذكى الاذكياء ومن انبه الانبهاء، ما كانش يقول كلمة الا لما تطلع منه حكمة، وما كانش يقول حكمة الا لما تطلع منه كلمة. حلو قوي قوي يا مولاي، قول لنا كمان نكتة عن التتار. بيقول لك مرة واحد تتاري حب يقبل لسه يا جماعة لسه حب يقبل مفتح، تفتكروا يعمل ايه؟ ايه ايه ايه؟ فضل صاحي طول الليل. ابوكوا لطيف قوي يا اولاد. احنا عارفين ده انتوا رخمين. بقول لك ايه يا مولاي؟ كلمنا عن صولاتك وجولاتك مع التتار. فكرتوني بايام، بس انا صولاتي وجولاتي دي ما كنتش فيها لوحدي، كان معايا سلامه. فاكر يا سلامه؟ ودي حاجه تتنسي يا مولاي؟ عنك انت انا هقوم بالطلعه دي. كان مولايا بيحب الصيد وغاوي صيد، ومرة أنا ومولايا كنا ماشيين في الصحراء في وسط الغابات كده هون، وبعدين فجأة لقينا 10 من التتار على يمنا و10 من التتار على شمالنا، أو 12 تقريبا على شمالنا، ودول على يمنا ودول على شمالنا، نعمل إيه؟ يا سلام، وعملت إيه يا سلامة؟ ما قدامنا فاضي وورانا فاضي. فمولايا بذكاء وبفطنته قال لي اجري يا سلامة. قعدنا نجري أنا ومولاي، نجري أنا ومولاي لغاية ما لقينا صخرة ضخمة، استخبينا ورا الصخرة، لكن التتار بالأجهزة الحديثة اللي معاهم كشفونا من ورا الصخرة. مولاي قال لي اجري يا سلامة، جرينا 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 لغاية ما لقينا مغارة. دخلنا جوه المغارة، المغارة كانت ضلمة كحل بحيث ما تقدرش تشوف ايديك من يعني عارف، ضلمة ضلمة يعني ضلمة ضلمة. وفجأة لقينا أسد. يا سلام، وعرفت منين ان هو أسد والدنيا كانت ضلمة؟ أسد يعني هيقول لنا مساء الخير، مش محتاجين نشوفه يعني. لقينا الأسد ده راح مولاي. فاكر يا مولاي؟ فاكر؟ أيوه. خليك يا مولاي، خليك. وبعدين إيه اللي حصل؟ أنا مش فاهم. وبعدين إيه؟ فكرني. تعال تعال. وبعدين أما لقينا الأسد راح إيه؟ مولاي طلع السكينة بتاعته وراح دابح الأسد. يا وعلى ريحة الدم شوية لقينا ديب، جالنا الديب. وعرفت منين؟ وعرفت منين بقى يا سلامة إنه ديب والدنيا ضلمة؟ أوه معروف يعني الديب يعني. المهم راح مولاي مسك الديب وقطم رقبته ونزل بيه على الأرض. شوية لقينا تعبان لونه أصفر. يا سلام، وعرفت منين ان هو تعبان والدنيا كانت ضلمه؟ ايه الضيوف الرخمين بتوعك دول يا تعبان تعبان بيعمل كده يعني تعبان. وعرفت منين؟ وعرفت منين بقى انه اصفر؟ بس فراح ايه مولاي لا بقى الحكايه كده، قال لي لا يا سلام، احنا هنفضل في وسط الحيوانات اللي هتضايقنا دي، تعالى نطلع بره المغاره. خرجنا بره المغاره، بقوا التتار قدامنا والحيوانات من ورايا، التتار قدامنا والحيوانات من ورانا. بس ازاي يا سلامه؟ بس عملت ايه سلامه؟ مقفوقينا فاضي. فجاه لقينا طياره. طياره؟ طياره دي يا حبيبي، طياره دي يا اخويا. طائره، طائره اللي هي انثى الطائر اللي هو طائر الرخ. يا سلام، وعرفت منين ان هو طائر الرخ؟ من جوجل. المهم راح مولاي مسك في رجل الطائرة وأنا مسكت في رجل مولاي، بس كان
لسه قلع الجزمه. فاكر يا مولاي؟ الا فاكر، دي كانت ايام. الله سلامة يا سلامة، الحا يا سلامة، الحا يا سلامة، الحا يا مرعوب. يا مرعوب في ايه؟ الحا يا سلامة في ايه؟ خصم وراك، ابعد ابعد انت. والله مرعوب مرعوب. ها ها ها، ست ست ست. نو نو نو، تعال هنا تعال هنا. نو نو، في ايه في ايه؟ بيقولوا لي التتار كلهم جايين. مين اللي بيقولوا لك؟ ناس كتير قوي قوي قوي، حاسب هم وراك. ولا اي حد يقول لك اي حاجه تصدقه. التتار عمرهم ما هيجوا مصر. خلاص حاضر، اهدى. حاضر، يلا مرعوب ده على طول رعبنا كده يا مولاي. انا عارف والله. اللي قول لي يا سلام. أيوة. احنا بقى مش هنقدم حاجه للضيوف ولا اه؟ لا قوي قوي. تحب اجيب الراقصات يرفهوا عن الضيوف؟ مرقصات برضو والاولاد موجودين. يا سلامه. ايوه انا عايز اتفرج على الرقصات، انا كبرت بقى. انت عايز تتفرج على الرقصات ان شاء الله؟ انا مش مالي عينك. انت بتغيري ولا ايه؟ اه طبعا، مش ابن عمي. اتفضل قدام. ايه البلطجه دي؟ جهاد بتغير على محمود يا مولاي؟ ايوه، ما هو جهاد لمحمود ومحمود لجهاد. حاضر، يعني انت بتوثق الاحداث عشان لو اي حاجه حصلت. حاضر يا مولاي. حاضر، تسمح لي بقى ادخل الرقصات؟ اه تدخل الرقصات. حاضر. وكان مولاي شديد العنايه في اختصار اختيار الراقصات، ما كانش يختار اي رقاصه الا على الفرازه، ما فيهمش ولا غلطه. فلتدخل الراقصات. ايه ده؟ موسيقى غربي في بيت السلطان؟ لا لا لا، انا ما اسمحش بده ابدا، حتى ولو على سبيل اللي فيه. سلامة، ده بتستهبل يا سلامة، بتستهبل. انا اسف جدا يا مولاي. سموك ارتاح انت وانا هتصرف. طيب ماشي، ارتاح. اتفضل سموك، اتفضل. يا انجا يا انجا يا سلمى. في يا سلام، مزيكا تتاري في بيت السلطان سابلي. يا سلام، النهج اللي انا فيه ده مش على الفاضي. يا سلام، كفايه الغدا، جايب لي علبه كشري بثلاثه. ايه ده؟ كنت عايز علبه كشري بكام؟ علبه كشري بخمسه، ده ليه زياده؟ لا انا اجيب لك الحله اضربي منها على طول بقى. ماشي. انا مش فاهم سر تمسك مولايا بيك انت دونا عن بقيه الراقصات. يقول لي هات لي الراقصات دي، هات لي الراقصات دي. سحراله ومال يعني؟ انت ماليه المسرح كله يا ماما. انا مش فاهم يا انجا والله، انت كان ممكن يبقى لك مستقبل كويس. انا ما اعرفش ايه اللي ممشيكي في الطريق ده يا انجا. انا ماشيه في الطريق ده عشان الطريق التاني ضيق. انا غلطان، انا غلطان. امشي اتكل على الله. فلتنصرف الراقصات. اوعى الديكور. يا مولاي، يعني صراحة اختيار حضرتك هايل من الراقصات. ايه رأيك يا مولاي؟ لا انت اللي، انت اللي مولاي. انا سلامة، انت مولاي. انت متعود على ادوار البوابين يا زلمة. هل يا مولاي، هل يا مولاي التتار بيفكروا يخشوا مصر؟ اللي يفكروا يخشوا مصر يا ابني؟ مصر بلد الامن والامان، مصر متأمنها من كل حتة. يا سلامة. أنا هشرح لهم، اتفضل أنت يا مولاي. حدود مصر متأمنة من كل مكان، الحدود الخارجية لمصر في 5000 جندي شجاع، لو التتار فكروا إن هم يخشوا مصر هيتقطعوا. يا سلام، طب ولو التتار عدوا الحدود الخارجية دي هيبقى الوضع إيه؟ لو عدوا الحدود الخارجية في حدود المدينة نفسها فيها 8000 جندي شجاع،
هيقطعوهم هيقطعوهم. طب لو عدوا ال 8000 دول؟ لو عدوا ال 8000 حوالين القصر في 10000 جندي من فرقه خمس خمسات. دي لو نمله فكرت بس تخش القصر هتتقطع. يا سلام. طب ولو التتار عدوا فرقه الخمس خمسات دي هيبقى الوضع ايه؟ بقى الوضع زباله طبعا. لا بس موجود مولاي، مولاي طبعا هيوقف لهم بسيفه البطار يبقى حظهم اسود. ايوه طبعا انا هطلع لهم. وعلى انا عايز اقول لكم يا جماعه، مصر متامنه من كل حته، وعلى راس البلاد سلطان دائر. مولاي الحق مولاي ابعدوا، محدش هيخش القصر. ولا ملعوب ولا ملعوب. بقول لك ايه، ما استهبلش. في ايه؟ التتار دخلوا يا جدعان. التتار دخلوا؟ ايوه دخلوا مصر. ايوه دخلوا خلاص. طب ال 5000 جندي اللي على حدود مصر كلها عملوا ايه؟ قتلوهم كلهم. يا نهار يا. طب ال 8000 جندي اللي على حدود المدينه عملوا معاهم ايه؟ دول بقى قتلوهم وعلقوهم كلهم على المشانق. مشانق؟ ايوه. جابوا لهم 8000 مشنقه منين دول؟ طب ال 10000 جندي اللي على حدود القصر نفسه دول بقى ذبحوهم وقاعدين بياكلوا الجنود جوه في المطبخ. يا سلام يا سلام. عمك تقول لي يعني انت رئيس اركان حرب وبتاع و5000 و8000؟ ما تقلقش يا مولاي، انت عارف مين اللي مستني التتار لما يدخلوا هنا في القصر؟ سموك يا مولاي. انا بقول لك يا مرعوب. إيه؟ انت متأكد ان هم جايين على هنا فعلا فعلا فعلا؟ بقول لك قاعدين بياكلوا الجنود جوه. بياكلوا الجنود جوه. اذا ايوه مفيش مفر غير اننا ايوه اجري يلا. اجري من هنا، اجري من هنا يا مولاي يا مولاي. ايه هتسيب الاولاد وهتجري يا مولاي؟ معقوله؟ ما انا هقول لك يا سلامة، انت بقى حضرتك يعني خلي بالك من العيال. انا خلي بالي من العيال. حضرتك خلي بالك من العيال. أيوة. وانا كده كده هموت، بس اهم حاجه الختم ده بيثبت ان هم الورثه الشرعيين جهاد ومحمود. حاضر حاضر يا مولاي. تمام اتكل انت مولاي. ماشي مع السلامه. مع السلامه. ماما انت رايح فين؟ انت رايح فين؟ ما انا هقول لكم يا اولاد، انا رايح اجيب الدب من ديله بس على ما الاقي له ديل، وما عرفتش اجيبه واسيبه وارجع اقول ما لقيتلوش ديل، رايح اجيب الدب من ديله بس على الله لاقيله. مع السلامه عم فؤاد، مع السلامه. تعالوا يا اولاد تعالوا تعالوا ما تخافوش انا معاكم.